مرحبا يا سابع، كيفكم؟ Today we are going to start with a new lesson or a new section. So open your pupil's book, page 22. Open your pupil's book with me, please. افتح معي على هاي الصفحة. Write it up. A spelling game. A spelling game. شو يعني spelling? Spelling لما أنا دائما بكتب لكم كلمة جديدة على اللوح وبحكي لك مثلا يا فلان spell the word then read it. So what's the meaning of spell? Spell يعني تهجئة. مش قصدهم بالتهجئة، يعني شو قصدهم بالتهجئة؟ هو the structure تبع الكلمة، تركيب الكلمة، شو هي الأحرف أو المقاطع المكونة منها الكلمة. So the meaning of spelling is تهجئة. معنى spelling هو تهجئة. Spelling game يعني لعبة التهجئة. طيب شو هون قصدهم؟ شو هي السكيل الجديدة أو الإشي أو المعلومة الجديدة اللي بدي يضيف لك إياها في هذا السكشن يور بوك؟ خلينا نشوف معلومة جدا مهمة ومفيدة جدا، فانتبه لي منيح وركز معي. طيب اللي هي هون بحكي لك nouns that end. الأسماء، انتبه، بس الأسماء nouns، بس الأسماء. يعني إذا هاي الإشي اللي بنحكيه يخص فقط nouns، لا تدخل الأدجكتيفز والفيربس والأشياء هاي في الموضوع، بس ركز على النونز. طيب ايش هم النونز بالاخص؟ خلينا نحكي اي نوع من النونز اللي هم that end in okay f or fe. that end in f or fe التي، اذا الاسماء التي تنتهي في حرف الاف او fe. هاي الاسماء usually انتبه هاي عليها 26 خط، حط usually يعني عادة، ولكن ليس دائما. ليس كل الأسماء، في إلها شواذ كثيرة، زي القاعدة اللي أخذناها قبل هيك إنه لما بنحط أ وقبل بنحط آن. وجانا سؤال في الامتحان وفي منكم بعض منكم خربط فيه، حكينا الأ تأتي قبل الأسماء التي تبدأ بحرف ساكن، وآن تأتي قبل الأسماء اللي تبدأ بحرف علة. بس عندنا كان حالات شاذة اللي هي يونيكورن، يو بوت، يوروبيان، حكينا هنا لأنها اليو تلفظ يو زي ما هي as you. يو بنلفظها، ماكم ما بنلفظها أ زي أمبريلا. لما يكون اليو في بداية الكلمة صوتها يو مش أ، نضع أ حرف الأ قبلها وليس آن. ما بيزبط نحكي آن يونيكورن، أي يونيكورن. ما بيزبط نحكي آن يوروب، نحكي أيوروب. تمام؟ فنرجع هنا لقاعدتنا، إذا نرجع ننتبه إنه بيحكي لنا usually عادة وليس دائما، وهنا بالكتاب رح يحدد لنا. وكل كلمة، الكلمات اللي رح تمر معنا في الامتحان هي فقط المطلوب منك في الامتحان، فيعني انتبه معي منيح. كل كلمة بتمر معك بالكتاب مطالب بها بالامتحان، ورح نحكي في كم من كلمة كمان شاذات ما بتمشي عليهم القاعدة، رح أحكيهم رح أذكرهم بهذا الفيديو إن شاء الله. إذا عادة form their plural. شو يعني form؟ form يعني نشكل أو يشكل، يعني يتم تشكيل الجمع تبعهم. their plural الجمع. كيف نجمعهم؟ by changing f اللي هو الحرف اللي انتهت فيه الكلمات الأسماء، أو الكلمات اللي انتهت في fe بنحولهم ل ves. V-E-S. هلأ مع الأمثلة رح تفهم، بس أنا بدي إياك يكون عندك فكرة in general عن الموضوع، إنه الأسماء اللي بتنتهي ب-F أو F-E تنتهي، انتبه، تنتهي عادة تجمع على هيئة. إنه كيف نجمعها؟ طريقة جمعها هي إنه نغير ال-F اللي في نهاية الكلمة أو ال-F-E اللي في نهاية الكلمة to V-E-S. طيب خلينا نشوف أمثلة معانا عشان تعرف إحنا شو عملنا. يعني أعطيك مثال أول معطينا إياه هو thief. What's the meaning of thief? Do you know the meaning of thief? Thief تعني لص. تمام؟ طيب if you ask you to make this noun as plural noun
إذا أنا سألتك أحكي لك اجمع لي هاي الكلمة give me the plural of this word، عطول أنت تلقائيا كطالب تعرف إنه بنجمع بنضيف أس أو إي أس لآخر كلمة وبتصير جمع. لكن هنا في هذه الحالة إنه هنا الاسم انتهى بأف، وإحنا حكينا في كلمة الكلمة تنتهي بأف عادة تجمع عبر عن طريق إضافة في إي أس. خلينا نشوف كيف بتصير لما نضيف في إي أس بدل الأف، نشطب الأف وبتصير thieves. شوف هي المقطع ضفته مثل ما هو، نزلته ضفته أصبحت الكلمة جمع يعني لصوص، هذا هو الجمع الصحيح لهذه الكلمة. هنا plural noun وهنا singular noun، هاي المفرد وهي الجمع تبعها. إذا فهمنا طريقة التحويل، نشطب الحرف الأخير سواء كان F أو الحرفين الأخيرات إذا كانوا FE ونضيف بدالهم VES. Another example is wolf. What's the meaning of wolf? Wolf تعني ذئب. طيب what is the plural of wolf؟ شو الجمع من wolf؟ نفس الاشي بنشطب حرف الاف، شو بتصير؟ wo، وبنضيف المقطع ves بتصير wolves. wolves تعني ذئاب. هاي another example. كمان واحد عندك your self، هاي معلومة ما كنت أعرفها قبل هيك، أنا متأكد لأنه القليلين جدا اللي بيعرفوا هاي القاعدة. yourself شوف انتهت في F، نشطب الأف أعطيني البلورال منها بتصير your self، F ولا V؟ V E S yourselves. وآخر كلمة راح أعطيك إياها as example هي loaf. مين بيعرف شو يعني loaf؟ loaf of bread. لما أجي أحكي لك loaf of bread، شو يعني loaf of bread؟ يعني رغيف من الخبز. إذا loaf تعني رغيف. شو يعني loaf؟ loaf تعني رغيف. طب لو أنا بدي إياك تعطيني إياها as plural، بدي إياها جمع، شو بتعمل؟ يلا انتوا معي، يلا احكوا معي كأنكم انتوا هلا بتجمعوا لحالكم، جربوا وقفوا الفيديو جربوا اجمعوها لحالكم. شو بتصير؟ L O A، نشطب الاف ونضع مكانها المقطع اللي حكينا عنه V E S لتصبح loaves، هي أرغفة. هيك هو الجمع الصحيح لهذه الأسماء التي تنتهي ب F. Let's go to our book again. نرجع كتابنا. Look at the pictures، بيحكي لك look at the pictures، هاي الاكزامبلز اللي اخذناهم شرحنا كيف بنحولهم، هاي thief with thieves، wolf with wolves، yourself with yourselves، loaf with loaves. تمام، واخذنا معانيهم وعرفنا كيف طريقة جمعهم. هلا بيحكي لك now write the singulars and the plurals for the pictures below، يعني معطيك من كل وحدة منها السنجولر والبلورال، بدك تشوف كيف نكتب سنجولر والبلورال. طيب هنا what's the meaning of أوراق الشجر؟ تعرف شو يعني أوراق الشجر؟ أوراق الشجر تعني leaf، وجمعها شو بتصير؟ leaves. طيب هنا عندك هاي ايش هاي السكين؟ مين بيعرف شو يعني سكين؟ فيها حرف أول silent، إذا بتعرف إذا بتذكر شو هي السكين، الحرف الأول silent اللي هو ال K N I F E لتصبح knife. شو بدها تصير؟ knife. What's the meaning of knife؟ knife هي السكين، جمعها بنشطب ال F E. شوف هاي مثال على F E نهايتها مش F، شطبت الحرفين مع بعض، هون شطبت ال F لحالها، هون شطبت ال F E لتصبح knives. ننتبه إنه حرف ال K silent، مش حدا يلفظ لي اياها، خطأ كبير big mistake. knife هنا silent لا تلفظ بس الكي. طيب what's the meaning of this thing؟ شو يعني هذا الاشي اللي هو الرف؟ what's the meaning of it in English؟ رف تعني shelf، F ولا F E آخرها؟ F، بنشطبها وبنحكي جمعها shelves. وهنا عنا اللي هو loaf، رغيف أو قطعة واحدة من الخبز، هذا بسموها واحدة يعني loaf of bread،
هاي جمعها أخذناها هلأ اللي هو لوز عن طريق حذف حرف الاف ووضع في اس مكانها. عندك هنا another some examples. write the plurals of these words. يلا انت هون تعلمت المفروض لحالك عطول بدون اي تردد تعمل have لتصبح haves, wife تصبح wives. ليش حطينا كلهم قبلهم هون بس هون ما حطينا من الشاطر اللي يحكي لي حطينا هون قبلهم لأنهم كانوا singular كانوا مفرد. نقدر نحط وان قبل السينجل قبل المفرد, لكن نقدر نحطهم قبل الجمع؟ أكيد لا, في الجمع ما بنحط وان مستحيل. لا والان تأتي فقط مع السينجولر مع المفرد. life لتصبح lives. what's the meaning of wife? wife يعني زوجة. wives زوجات. half يعني نصف. halves يعني أنصاف. life يعني حياة. lives جمع حياة. طيب هنا هو الإشي المهم اللي لازم تكون كمان شايفه وعارفه وحافظه اللي هو some nouns that end in F add just an S. بعض الأسماء اللي بتنتهي في F بس بنضيف لها S, ما بنحول زي ما بنعملها هون. هدول الكلمات تكون حافظهم. هدول يعني expectation يعني شو بيحكوا لك استثناء من القاعدة اللي هم روف. ما بنشطب الاف بنحط روفز بتصبح روفز بس عن طريق اضافة الاس by adding s at the end of the word. بس بنضيف اس بهذول الكلمات ما بنعمل اللي حكيناه فوق. وعندك number two اللي هي شيف بتصبح شيفز وكليف تصبح كليفز. انتبهنا هذول الثلاث كلمات بدك تكون عارفهم مثل اسمك. هذول الكلمات لا نحذف الاف ونضع بي اس, فقط نضع الاس لتصبح بلورال لتصبح جمع بلورال. طيب let's go to next section اللي هو composition sample. هذا الاشي طويل بده حصة, so tomorrow ان شاء الله رح اعملكم اياه بحصة منفصلة. يعطيكم العافية.